يا جماعة ما تحكوا عنا، بدنا نعرف نصوم وبعدين يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العجائب، لكن في هذا الفيديو راح نتكلم عن شغلة خاصة بتخص شهر رمضان المعظم. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة الشهر الفضيل. هذا الفيديو للرد على بعض الناس المريضة اللي مش عاجبها انها تشوف الناس مبسوطة، مش عاجبها تشوف الناس متدينة، مش عاجبها تشوف الناس بتطبق شعائر الله في الأرض. في نوعيتين من البشر رح يطلعوا عليك هاليومين بما انه شهر رمضان ابتدى. نوعية بتقول لك بما انك انت احتفلت بالكريسماس فانت صيامك مش مقبول لا تصوم، بما انك احتفلت برأس السنة فانت صيامك مش مقبول لا تصوم، بما انك خذلت غزة والفلسطينيين اللي قاعدين بموتوا هناك فانت صيامك مش مقبول لا تصوم. وفي نوعية ثانية رح تقول لك كيف نظهر الفرح بقدوم رمضان او العيد او غيره واخواننا يقتلون في غزة. خلينا أرد عليكم وأقولكم، أولاً إظهار الفرح بقدوم الشهر الفضيل واجب شرعاً لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رقم اثنين، المسلم لما يدخل شهر رمضان ما بيفرح لأنه في خيام رمضانية، ما بيفرح لأنه في غنى ورقص، ما بيفرح لأنه في مسلسلات وفوازير، ما بيفرح لأنه في برامج مقالب تافهة بتصير كل سنة. الإنسان المؤمن بيفرح بقدوم شهر رمضان لأنه موسم الطاعات، موسم الرحمات، موسم لتجديد العهد مع الله، موسم للعتق من النار، موسم مضاعفة الحسنات، موسم قبول الطاعات، موسم إذا بدك من ربنا أي شيء اطلبه في هذا الشهر. فالدين مبني على هذا الأساس أنه أنت بتفرح لما تكون دخلت على موسم طاعة أو خرجت من موسم طاعة، وعلشان هيك واجب عليك شرعا تفرح بعيد الفطر والأضحى حتى لو بعض المسلمين يقتلون أو يحاربون، لأنه عيد الفطر يبدأ بعد انتهاء طاعة هي الصوم، وعيد الأضحى يبدأ بعد انتهاء طاعة هي الحج. رقم ثلاث، المؤمن لازم يحترم دينه، عاداته، تقاليده، شعائره وعباداته عشان يكون له هويته الخاصة ويكون له سمته المستقل ويكون له شكل مختلف عن باقي البشر. ما بصير أنا ألبس زي الناس، أكل زي الناس، أشرب زي الناس، أغني زي الناس، أرقص زي الناس، وفجأة أقول وين هويتي وليش أنا زي الباقي وما فيش حدا عارف مين أنا. لو طلعت على بلاد ثانية زي الصين واليابان وغيرها راح تلاقيهم جايبين جرة عمرها 7000 سنة وعاملين حواليها متحف، بيجيبوا رقصة أو أغنية صار لها 15000 سنة وبيظلوا يرددوها خايفين أنهم ينسوها. هناك بقدروا أهمية التراث والعادات والتقاليد والعبادات اللي هي أصلاً غلط، لكن هذول الناس بيحبوا يحافظوا على هويتهم. أما إحنا بنجيب عبادة من الصين، على عادة من اليابان، على تقاليد من هولندا، على لبس من أمريكا، على أغنية من فرنسا، وبنخلط هذا كله في خلاط واحد فبتطلع لنا شخصية مشوهة ما إلها أي ملامة. هذه ناس غالبا بدها تسلخك من دينك، من عاداتك، من معتقداتك، من تقاليدك، بدها تغير هويتك أو بدها تخليك طالع من هويتك المسلمة والمؤمنة مش داخل في أي هوية ثانية تايه بالنص. فراح تلاقيهم بيناقشوا في كل إشي، مرة بقول لك القرآن محرف، مرة بقول لك الدين ظلم المرأة، مرة بقول لك الميراث غلط بغلط ليش المرأة بتأخذ نص الرجال، مرة بقول لك ما بصيرش تنصح حدا، أنت بخير ما لم تضر. وفي النهاية راح تصل لمرحلة إنه ما ظل من الدين إلا الأكل باليمين وأحكام الوضوء. طيب في النهاية شو لازم تعمل؟ صلي، صوم، اعمل كل العبادات، اقرأ القرآن، روح على صلاة التراويح. في نفس الوقت لا تنسى إخوانك من دعائك، لا تنساهم من الصلاة، لا تنساهم من الدعاء في السجود، لا تنساهم من التبرعات، لا تنساهم من ذكرهم أمام كل الناس والكتاب عنهم سواء في السوشيال ميديا أو في غيرها. لا تترك أي طريقة في الدنيا تقدر تدعمهم فيها وما تدعمهم فيها. بينما أنا عشان زعلان على أخوي أبطل أصوم وأبطل أصلي، هذا كلام فارغ. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. كل عام وأنتم بألف خير وبنشوفكم في فيديو ثاني.